سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل موقع الشئان نقوم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات بعدها سنقوم نقوم بالضغط هنا على تطبيقات من ثم نقوم بالنزول الى الاسفل والضغط هنا على تطبيق الشئان من ثم نقوم بالضغط هنا على ايقاف الاجباري بعدها سنقوم نقوم بالضغط هنا على الموافقة من ثم نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين بعدها سنقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت ثم سنقوم بإيقاف واعاده تشغيل الواي فاي خاص بكم بعدها سنقوم بالذهاب الى متجر جوجل هنا سنقوم بالبحث عن تطبيق شئ ان على هذا الشكل وانما تجدون هنا تحديد قم بالضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم شي ان هكذا نكون قد قمنا بحل المشكله ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة